بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا خاطب عباده جميعا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم بما ينبغي ليطلبوه وبما لا ينبغي ليحذروه، وبين لهم معالم الهدى وفصل لهم العقائد والحلال والحرام، وتركهم على بيضاء فضلى ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأعرض من أعرض عن هذا الدين الحنيف، وأوعدهم رب العالمين بالعذاب الأليم والخلود الأبدي في نار جهنم والعياذ بالله، وهو غير ظالم لهم، وقسم لهم هذا الزمان إلى مناسبات، وجعل لهم في السنة عيدين هما عيد الفطر وعيد الأضحى، وجعل لهذه الأعياد خصوصيات، وجعلها فرصا ومناسبات تفتح لهؤلاء العباد، يتطلعون فيها إلى أعلى الدرجات، ويفرحون ويسرون بما أعطاهم رب العالمين جل وعلا من النعم، ويجتمعون للصلاة في الأعياد إظهارا لأبهة الإسلام وشكرا لرب العالمين على هذه النعمة العظيمة التي من بها، وهي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وجعل هذه الأعياد تقود إلى المسرات وتذكر بما منح رب العالمين عباده من أنواع النعم ليشكروا هذه النعم. ولا شك أن الشيطان يحاول دائما أن يصد عباد الله عن سبيل الحق والهدى، وأراد الشيطان للعباد أن يفرحوا ويسروا بهؤلاء الأعياد ويتخذون لها طرقا لم يتخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن أيضا مناسبة لهذه المنن والنعم التي منحها رب العالمين لعباده جل وعلا. ولكن الله جل وعلا بصر عباده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرين عليه لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، ولا يزال أناس من هذه الأمة عاضين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرث الله الأرض ومن عليها، ولكن كثيرا من الناس لا يشكرون، كما قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثرهم لا يعلمون، وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، ولا تجد أكثرهم شاكرين. وهذه حكمة رب العالمين في خلقه، فنسأله جل وعلا الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما يرضيه جل وعلا، وما ذلك على الله بعزيز. وهذه الفرص العظيمة تكون لها بحكمة رب العالمين مقدمات، وتكون لها أيضا متممات. فيوم العيد يوم واحد، وهو يوم العاشر من ذي الحجة، أي هذا هو يوم العيد الذي نحن بصدده الآن، ولكنه تسبقه أيام تسع من هذا الشهر أقسم رب العالمين بلياليها والفجر وليال عشر والشفع والوتر، وأمر فيها بالعبادة العظيمة، ونوه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه العبادات فقال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا بيانه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه أيضا تكتنف هذه المناسبة العظيمة تسع ليال قبلها، وليالي وأيام التشريق بعدها، هي أيام ذكر وأيام أكل وشرب، وينتفع فيها الحاج بعد هذا اليوم العظيم الذي يتعب فيه الناس، وقبله مباشرة يوم عرفة، وهي أيام عظيمة يباهي فيها رب العالمين ملائكته بعباده الذين يجأرون إليه بالدعاء ويأتون من كل فج عميق ليؤدوا هذه الفريضة العظيمة التي هي دعيمة من دعائم الإسلام
بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل البيان، وأوضح فيها للناس ما يهمهم في هذا الأمر وما ينبغي أن يعتنوا به من الأمور، وخطبهم الخطب العظيمة التي بين فيها معالم الهدى وفصل فيها العقائد والحلال والحرام. فإذا تقليد هذه الأعياد الذي هو عنوان هذا الدرس الذي نرجو من الله جل وعلا أن يكون مباركا وأن يلهمنا فيه وفي غيره ربنا جل وعلا رشدنا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، تقليد هذه الأعياد يستمد الإنسان أحكامه وأخلاقه مما قبله ومما بعده ومن تناول القرآن له وتناول سنة محمد صلى الله عليه وسلم له. فالله جل وعلا أقسم بهذه الليالي العشر، والقسم بالشيء يدل على تعظيمه، ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته وليس لغيره أن يقسم بغير الله جل وعلا، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولا شك أن إظهار رب العالمين لعظمة الشيء من مخلوقاته يدل على أن هذا الشيء له خطر عظيم، وبين كذلك بقوله ليذكر اسم الله في أيام معلومات ما يظهره العبد من الفرح والسرور في هذه الأيام، وما يتقرب به إلى رب العالمين جل وعلا من إراقة دماء المنحورات والمذبوحات، إما هدايا للبيت بالنسبة للحجاج والمعتمرين، وإما ضحايا يضحي بها العباد امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أمر الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقد قال صلى الله عليه وسلم سمنوا أضاحيكم فإنها مراكبكم يوم القيامة. وهذه الأيام العظيمة تبين لنا كيف نخلد هذه الأعياد، وعادات الناس وتقاليدهم في زماننا تبين لنا مسائل عظيمة من الانحراف عن الخط القويم الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته لما آذنه رب العالمين بالرحيل صلوات الله وسلامه عليه، بعد أن أكمل الدين، أي أكمل رب العالمين الدين وأتم النعمة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فبين للناس ما نزل إليهم كما أمره رب العالمين، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فتقليد هذه الأعياد له مظاهر مهمة جدا يلبس فيه الناس الجديد على حسب استطاعتهم، و يفرحون ويسرون ويتزاورون ويتسامحون ويقربون القرابين لرب العالمين جل وعلا بالأضاحي التي كانوا يسمنونها أو يشترونها في التو بأموال يعلمون أن رب العالمين هو الذي رزقهم إياها وهو الذي أمرهم أن يفعلوا فيها ما يرضي الخالق جل وعلا واستخلفهم فيها، فهذه أمور تخلد بها هذه الأعياد. كذلك يكثرون من ذكر رب العالمين، وهذا من خير ما تخلد به الأعياد، ليذكروا اسم الله في أيام معلومات ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيكبرون الله جل وعلا ويعظمونه ويذكرونه بأنواع الذكر، وقد لون لهم الذكر ليلا يملوا، وهذا من فضل رب العالمين وإحسانه، وهو الذي يمدهم بالتوفيق والهداية، ومن وفقه رب العالمين وهداه لا مضل له، فهذه نعمه جل وعلا وأوامره التي ينبغي للعباد، بل يجب عليه على العباد أن يسارعوا إلى امتثالها إن شاء الله تعالى، وقد تستلزم مغفرة رب العالمين للعباد. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سبحانه وتعالى ما أحلمه وأكرمه، يعصيه عباده فلا يعاجلهم بالعقوبة ويفتح لهم باب التوبة ويندبهم إليها ويأمرهم بأنواع الأوامر في هذا القرآن التي فيها مصالح دنياهم ومصالح أخراهم، ويتجافى سبحانه وتعالى عن مساوئهم. وإذا تاب العبد
إلى الله، تاب الله عليه وبين أنه التواب الرحيم، وقال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وكذلك يجتمعون في صلاة العيد إظهارا لأبهة الإسلام وإظهارا للتآخي والتقارب والتعاون، ثم يتناول الإمام الخطيب خطبته أمام هذا الجمع الكبير، يبين لهم ما أمكنه بيانه مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنزله رب العالمين في كتابه العزيز الذي تولى رب العالمين حفظه. وهذه ميزة لهذه الأمة ومرتبة جسيمة عظيمة، ينبغي للعباد أن ينتبهوا لمن طوت عليه من النعم العظيمة التي أنعم بها رب العالمين على العباد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى هذه الصلاة، وقد بيّنت سنته أنه لم يصليها في المسجد إلا مرة واحدة بسبب مطر نازل، بل كان يصليها في المصلى الذي يضع فيه الحاج رحله راحلته وما يتعلق بها، يضعها خارج على ظاهر المدينة. كان يصلي الجمعة في هذا الموضع تمكينا للناس، لأنهم كانوا يخرجون العواتق وذوات الخدور ويخرج الرجال والصبيان، فيصليها بهم بظاهر المدينة في موضع يسعهم جميعا صلوات الله وسلامه عليه. وكان يعظهم ويذكرهم في تلك الخطب العظيمة المشتملة على الكثير من الأحكام والمواعظ والعبر و تنبيه على شكر نعم رب العالمين. وقد ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم العيد متوكئا على بلال، ثم تقدم إلى النساء متوكئا على بلال أيضا فوعظهن وذكرهن بعد أن خطب الرجال ورغبهن في الصدقات، فقال تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. قال فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله؟ قال تكفرن العشيرة وتكثرن الشكاة. قال فجعل النساء يلقين الفتخ والأقراط والشنوف في ثوب بلال امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسارعة إلى هذه الخيرات. وكان نساء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسابقن إلى أنواع الخيرات مثل ما يفعل الرجال رضوان الله عليهن، فكن يتسابقن إلى الصدقات إذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات، وكأنهن يلحظن قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأحب شيء إلى المرأة ما تتجمل به وتتزين، فإذا الحلي والحلل من أحب شيء على النساء، فسارعنا في إنفاق هذه الأمور يلقين الفتخ والأقراط والشنوف في ثوب بلال مسارعة إلى الخيرات رضوان الله عليهن أجمعين. وكذلك هذا الذكر وهو أنواع، فالأيام التي نحن فيها أيام ذكر، وأفضل الذكر تلاوة القرآن، يكثر فيها العبد من تلاوة كلام رب العالمين ويذكر الله بأسمائه وصفاته ويتقرب إلى الله جل وعلا بالقرب المرضية عند رب العالمين، ويعلم أن الأعمال تضاعف في هذه الأيام، وقد نوه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم. وكذلك بعد صلاة العيد أول النهار يبدأ الناس بالذكر الخاص خلف دبر الصلوات مدة 15 صلاة، وهي الأيام الثلاثة التي هي أيام التشريق. بعد هذه الأيام يذكرون فيها رب العالمين بعد كل صلاة فريضة، أي من ظهر يوم العيد إلى الخروج من صلاة الصبح في آخر أيام التشريق، وهو اليوم 13. وهكذا درج السلف الصالح على هذه الأمور. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذه الأيام ما يتعلق ببعض تخليد هذا العيد كالضحايا مثلا، فبين ما يجزئ في الضحية وما لا يجزئ. وثبت في الصحيحين أن
أربعا لا تجزئوا في الضحايا. فقال صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجزئوا في الضحايا: المريضة البين مرضها، والعرشاء البين ضلعها، والعشفاء التي لا تنقي، والعرجاء البين لا المريضة البين مرضها، والعرشاء البين ضلعها، والعشفاء التي لا تنقي، و عشفاء التي لا المريضة البين مرضها، والعرشاء البين ضلعها، والعشفاء التي لا تنقي، والعوراء البين عورها. فهذه الأربع لا تجزئ في الضحايا اتفاقا. وأما الأربع التي ذكرت في حديث علي بن أبي طالب فاختلف العلماء في إجزائها وعدمه. فقد ورد في هذا الحديث: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. وهذه العيوب الأربعة كلها في الأذنين، ولم يتفق العلماء على عدم إجزاء صواحب هذه العيوب. فمذهب مالك بن أنس أنها تجزئ، ولكنها مرغوب عنها، لا ينبغي الاعتماد عليها، ولكنها تجزئ في الضحايا لأنها ليست كالأربع التي قبلها. وبعض العلماء قال بعدم الإجزاء لصراحة اللفظ في ذلك: أمرنا أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. والنهي أصلا عند كثير من أهل العلم يحمل على التحريم ما لم يصرف صارف عن التحريم إلى غيره، والذين قالوا بالإجزاء صرفوا النهي عن التحريم بقرائن وأدلة أخرى يرون أنها تناسب هذا المقام. فهذا اعتناء عظيم بهذا الأمر. واختلف العلماء أيضا في الضحية هل يخاطب بها الحاج أو لا يخاطب. فمذهب مالك بن أنس أن الحاج لا يضحي، وأن كل ما ينحره أو يذبحه إنما هو هدي لا أضحية، وأنه لا يخاطب بالأضحية. ومذهب الجمهور أنه يخاطب بها. وبعض أهل التحقيق أيد مذهب مالك في هذه المسألة لقوة أدلة المالكية في عدم مخاطبة الحاج بالضحية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لم يضحي، وإنما ساق الهدي صلى الله عليه وسلم، وثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما. ولما وقف على المروة في طواف القدوم خاتما الطواف مستقبل البيت قال: من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة. وقام إليه سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ قال: بل لأبد أبد أبد، بل لأبد أبد. وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، أدخل بعضها في بعض. وقال أيضا: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. صلاة العيد يخاطب بها المسلمون، وهي من السنن الواجبة. والحاج لا يخاطب بصلاة العيد، بل الحجاج لا يصلونها، وإنما هم في يومهم ذلك في مناسك الحج وفرائضه يبدأون أول النهار برمي جمرة العقبة، ثم بالحلق، ثم بالحلق أو التقصير، ثم بنحر الهدي إذا كان عندهم هدي. وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد شمرة العقبة فحلق رأسه، ثم نحر هديه، وكان هديه 100 بدنة، نحر منها 63 بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم قائمة معقولة، واستناب في 37 الباقية صلوات الله وسلامه عليه. وأمر أن تقطع من كل بدنة بضعة، فأنضج اللحم فأكل من لحومها وشرب من مرق ومن معه من أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. ثم توجه إلى مكة بعد ذلك ليطوف طواف الزيارة. ثم لما فرغ من الطواف صلى الظهر بالمدينة بالمسجد الحرام، ثم رجع إلى منى وصلى الظهر بأهل منى، وجدهم ينتظرونه بصلاة الظهر، فصلى الظهر في ذلك اليوم مرتين تمكينا للحجاج من إمامته صلى الله عليه وسلم. وهذا من رأفته بالمؤمنين ولطفه بهم صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الأيام أيام عظيمة وفرص قويمة لا ينبغي
تفويتها على عباد رب العالمين، ولا ينبغي أن تتخذ ذرائع لأكل أموال الناس بالباطل، بتحمل الدين الذي لا يقدر الإنسان على قضائه، وبإطلاق الأيدي للنساء والأطفال في تحصيل ما لا يمكنهم تحصيله، وفي إهلاك المال في غير معطائل، فهذا لا ينبغي. ولكن أيضا لا ينبغي الإمساك عما هو جائز والإنسان يقدر عليه، لأن حسن الخلق يقتضي من الإنسان الرأفة بالضعفاء وما يتعلق بذلك. فهذه أمور ينبغي أن توظف في مكانها ومحلها، وينبغي لنا أيضا أن ننتهز هذه الفرصة بكثرة ذكر رب العالمين، أن نتلو كتاب الله، أن نكثر من ذكر الله جل وعلا، أن نلازم الصلاة في المساجد، أن نمسك ألسنتنا عما لا ينبغي، أن نمضي فيما مضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الأكرمون، خرج من طريق إلى صلاة العيد ورجع من طريق أخرى، واختلف العلماء في الحكمة من ذلك، فقال بعضهم إنما خرج من طريق ورجع من أخرى ليمكن الناس من مصافحته والسلام عليه والنظر إلى وجهه صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم إنما خرج من طريق ورجع من أخرى ليشهد له الطريقان بخطاه إلى هذه العبادة العظيمة. نعم، كذلك ينبغي لعباد رب العالمين أن يتذكروا نعم الله وأن يشكروها، وأن يقووا إيمانهم في هذا اليوم وفي غيره، وأن يتذكروا موقف النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم، وأن لا يكون الأكل أكبر همهم، وأن لا يكون لباس الجديد من أجل التصنع والخيلاء، بل من أجل إقامة السنة ومن أجل إظهار نعم رب العالمين. إن الله يحب أن تظهر نعمه على عبده، وكذلك من أجل أن تكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم على صراط مستقيم يسلكونه جميعا، يتعاونون عليه كما أمرهم رب العالمين، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. كذلك أن نتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتدخل ببيانه وإرشاده في جميع أمور أصحابه، فهذا الصحابي الجليل الذي ذبح أضحيته قبل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، ولما أخبره بذلك قال إنما هي شاة لحم صلوات الله وسلامه عليه وليست أضحية، فقال يا رسول الله أحببت أن أقدم ذبحي لتكون شاتي أول ما يقدم إلى العيال، فبين له أنها لا تجزئه في الضحية، فقال عندي عناق هي أحب إلي من شاة سمينة، أفتجزئ عني؟ قال تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك. فهذه مصوص عدم إجزائها عن غير ذلك الصحابي الجليل الذي تناول ذبحها في هذا اليوم وعرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين ذلك صلى الله عليه وسلم، ورغب في هذه الضحايا، وكان يلتزم التضحية، ولم يضحي صلى الله عليه وسلم إلا بالضأن، والضأن هو النعاج، فكان صلى الله عليه وسلم يضحي بذلك. ولذلك يرى أبو عبد الله مالك بن أنس في كبكبة من العلماء أن خير ما يضحى به ذكر الضأن الفحل، ثم يليه الخصي، ثم الأنثى. و من أدلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالنعاج، فقد ساق الهدي 100 بدنة في حجة الوداع، ولكن الضحية كان يضحي بالنعاج، وضحى عنه وعن أهل بيته، وضحى كذلك عمن لم يضحي من أمته صلى الله عليه وسلم. وكل هذا من نعم رب العالمين على العباد، ومن بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا بيان بعده. فينبغي لنا دائما أن نراجع السنة في الأمور المتجددة وفي الأمور التي تطرأ من غير أن تكون متجددة، ليكون حل مشكلاتنا في هذه السنة المطهرة التي هي شرح وبيان لكتاب رب العالمين جل وعلا، ولتكون أيضا صلة بيننا وبين رسولنا صلى الله عليه وسلم، نلقاه بهذه الصلة يوم القيامة، ونجتمع معه ويتبسم في وجوهنا في ذلك اليوم الموعود العظيم، وننال شفاعته صلى الله عليه وسلم
هذا رجاؤنا من ربنا جل وعلا أن يجمعنا به غير خزايا ولا ندامة، وما ذلك على الله بعزيز. كذلك ينبغي أن نتذكر سؤال رب العالمين عن هذه الأمور وعن هذه المواقف التي تتجدد مرة بعد أخرى، وهي من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، سنسأل عنها وسنسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال ذلك في خطبته في حجة الوداع في مثل هذه الأيام: وأنتم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت، فلا أحد منا يسعه أبدا أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ رسالة رب العالمين. والله جل وعلا قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس. فهذا لا يسع أحدا تكذيبه في ذلك اليوم، والشواهد الامتحان تكذب من ادعى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ عن رب العالمين جل وعلا أكمل البلاغ، وبين أحسن البيان عنه جل جلاله صلوات الله وسلامه على رسوله. وتذكرنا لذلك يشد قلوبنا إلى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وإلى محبته، لأن من تصور النعم الواصلة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم عزف بنفسه عما يخلد به كثير من الناس الأعياد من أكل وشرب وبطش في المال وغير ذلك، يعزف بسبب محبته للنبي صلى الله عليه وسلم وبسبب محبته لاتباعه صلى الله عليه وسلم وإحياء سنته عن هذا النوع من السفاسف الأمور الذي لا فائدة فيه ولا ينبغي لمن له أدنى مسكة من عقل. كذلك الناس دائما في أغلب الأحيان في الزمان الذي نحن فيه يشكون الفقر والفاقة وأمور الزمن الذي هم فيه، وفي كل وقت من هذه الأوقات وفي كل سنة من السنوات تسمع الناس كثيرا يدعون أن المال في هذا العام غير موجود، ومع ذلك إذا وجدوا المال زادهم طغيانا وابتعادا عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن ما كان هذا وصفه من المال لا ينبغي أن يوصف بأنه نعمة من رب العالمين، وإنما هي نقمة والعياذ بالله. فلا ينبغي للعبد أن يزداد بنعم رب العالمين إلا قربا من رب العالمين جل وعلا وعضا على سنة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. والفهم الصحيح في هذه الأمور يحتاجه كل عبد منيب إلى رب العالمين أن يفهم هذه الأمور فهما صحيحا. فالتهيؤ لهذه الأيام لا ينبغي إلا أن يكون سالكا صاحبه طريق الحق والهدى. مثلا نرى أن بعض الرجال يتهيأ لهذه الأيام على حسب ما تطلب منه العادة من إنفاق معين على بعض الناس كالأصهار مثلا والعيال وما يتعلق بذلك، وبعض الناس يتهيأ لهذه الأيام كالنساء مثلا يتهيأن بالحرص على الزينة والتزين وينفقن الأموال الكثيرة في ذلك. فلا ينبغي أن تهمل المرأة زينتها، ولا ينبغي كذلك أن تجعل أكبر همها أن تتهيأ لأمور قد تقودها إلى معصية رب العالمين جل وعلا، لأن إظهار الزينة لغير من استثناهم الله جل وعلا معصية من المعاصي، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. فالتهيؤ والتبرج ليس مما تخلد به الأعياد، وإهلاك الأموال في غير ما طائل ليس مما تخلد به الأعياد، وحمل الدين الذي لا يستطيع صاحبه قضاءه لا تخلد به الأعياد، وليس من تخليد الأعياد في شيء، بل تخليد هذه الأعياد من أكبر مظاهره إظهار العبودية لرب العالمين والخضوع للخالق جل وعلا والأدب مع الله جل وعلا في الأمور. ومن أحسن الأدب اتباع محمد صلى الله عليه وسلم والبحث عن سنته ونهجه، فمن كان كذلك فقد تأدب بآداب الشرع، والمتأدبون بآداب الشرع هم المخلصون من عباد الله، وهم أيضا المخلصون بفتح اللام. فينبغي أن نحرص دائما على أن نكون من هؤلاء إن شاء الله تعالى، والله الموفق والهادي
إلى الرشاد، فنسأله جل وعلا أن يهدينا ويوفقنا ويبارك لنا ويحفظنا ويأخذ بأيدينا جميعا إلى النجاة والنجاح في هذه الدار وفي تلك الدار. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفتح لنا ولجميع المسلمين أبواب العلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيك عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أحياء وأمواتا. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما نعلم منه وما لا نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما نعلم منه وما لا نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.